السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ معكم أخوكم بسام من قناة جيم أوفر تايم حق جيم أوفر، واليوم عندي لكم أنباكسنج جديد للعبة ديس أونورد. ديس أونورد اللعبة من شركة بثيستا، نفس الناس اللي طوروا سكاي فلوت نيو فيجاس، لكن بثيستا دحين تعتبر كان هي الناشر، واللعبة اللي سوت اللعبة اسمها أركاني، أول مرة أسمع بها. لعبة جدا ملفتة للانتباه، حلوة، عجبتني أسلوب القصة، متل جير، أساسن كريد، ار بي جي انفيمس. وصلتكم الفكرة؟ هذه هي اللعبة ديس اونر، معناتها على ما اظن هونر اللي هو الشرف، ديس يعني بدون، فبدون شرف، فهذه يعني تقريبا اسم اللعبة. انا فكيت الغلاف لاني قررت اني اعيد الانبوكسينج، لان صار مشاكل في الانبوكسينج المرة الثانية، لكن على الغلاف كان مكتوب هنا دي ال سي باك، حوريكم الكرت بداله. لكن اللعبة جدا حلوة، الآن قيموها في المواقع تقريبا 9 أو 9.5 من 10. اللعبة بطلة شباب، اللعبة جدا بطلة، وإن شاء الله ترقبوا إني حصل لها تختيم. اللعبة بس لاعب واحد، ما تشيل أكثر من لاعب واحد، يعني ما فيها أونلاين أو أي حاجة. اللعبة 18 سنة، لاعب واحد، ما فيها أونلاين، يجي معاه إضافة، أحلى فلة، أحلى شيء سوته الشركة. فالحين فكيت البتاع، يجي طبعا اللعبة، شيء حلو. انا احس انه في المستقبل، لانه احس رجل الالي هذه مي عيون، خلينا نشوف. لا والله مي عيون هذه ديس اونرد. يا المهم هذا هو يدي علقت، هذه هي الاركان اساسن باك، يجي مع اللعبه على ما اظن دي ال سي. من ورا مكتوب الكود فحخفي حطه على جنب. هذه اللعبه، هذا الكتيب اغلبكم يعرفوا، يعني ما في شيء جديد. خلينا نوخر هذه، بحاول اني اوريكم ايش فيه. طبعا يوريكم التحكم، هنا الفهرس، من زمان كلمة فهرس، هذا التحكم. هنا القصة، نظرة عامة، الاماكن، اسامي الشخصيات. عندنا، خليني اقرب، عندنا شخصية اسمها كورفو جازمين والله ايش اسمها، ايميلي هيرم، اوفرسير انتون. هذا المنيو، اللعبة زي ما قلت لكم شخص واحد، يعني بس واحد يلعبها، ما تشيل لعبين. لعبة ار بي جي طبعا يا شباب، ففيها باورز، انت تنقي سكيلز اللي انت تبغاها، سوبر ناتشرال، يعني مثلا من الاشياء اللي بلينك، دارك فيجن، بوزيشن، بنتايم يعني توقف الوقت وتروح تدي واحد باكستاب ولا حاجة، ويند بلاست تنفخهم كذا، شادو كيل يعني تقلب زي ما تقول ظلامه وحاجة، ما أدري، لكن إن شاء الله حنشوفها في اللعبة، أنا متحمس لها. أوه هذه الأسلحة أول مرة أشوفها. عندك السلاح سورد بيستل، خلينا نشيل الدي عشان الكاميرا تثبت، سورد بيستل كروس بو جرنيد سبرينج ريزر، هذه شكلها حلوة، سبرينج ريزر ترمي زي ما تقول عصاية موكلي. يا في سوبر ماركت، تطوير، واو، ذا سيتي واتش، يعني اللعبة بطلة. أنا من الآن مستعد اقيمها 10 من 10. اللعبة على العموم يعني اخذت 9.5 في مواقع و9 في مواقع ثانية، فيعني قول 9، خلنا نقول 9 مبدئيا. اللعبة اخذت 9 من 10. اتمنى الانبوكسنج ده يعجبكم يا شباب. لعبة ديس اونرد، لعبة ار بي جي، ان شاء الله حنزلها تختيم، حبدا العبها اليوم. يلا شباب، كم معكم اخوكم بسام، اشتروا اللعبة دي، مع السلامة.